بينما يحبس العالم أنفاسه خشية شن روسيا هجوماً على أوكرانيا، كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تحركات جديدة للقوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، في مؤشر على بدء العد التنازلي للهجوم الروسي. شبكة CBS الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي أن وحدات عسكرية روسية غادرت مناطق تجمعها وبدأت التحرك إلى مواقع هجومية، وتم نقل بعض المدفعية بعيدة المدى وقاذفات الصواريخ إلى مواقع إطلاق النار. الكشف عن التحركات الروسية الأخيرة جاء بعيد إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده قررت نقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف إلى ليفيف غربي البلاد، في مواجهة ما وصفه بالتسارع اللافت لانتشار القوات الروسية عند الحدود، داعيا من تبقى من المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا إلى مغادرتها فورا. بلينكين أكد في بيان أن الاحتياطات الأمريكية لا تقوض بأي حال من الأحوال دعم واشنطن والتزامها تجاه كييف، مشددا على التزام بلاده بمواصلة الحل الدبلوماسي للأزمة بما يضمن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. البيان أوضح أن مسار الدبلوماسية سيظل متاحاً إذا اختارت روسيا الانخراط بحسن نية، مبيناً أن واشنطن تتطلع إلى إعادة موظفي سفارتها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن الولايات المتحدة لم ترى أي علامة ملموسة على خفض التصعيد من قبل روسيا، لذلك قررت واشنطن نقل مقر سفارتها من كييف إلى ليفيف.